وقد طلب سليمان عليه السلام من ربه أن يجعله يطعم المخلوقات كلها في يوم واحد، فأمر سليمان بتجهيزات الطعام لكل المخلوقات، فكانت السفر ممتدة مسيرة شهور، وكانت المخلوقات 1000 أمة، 400 في البر وفي البحر 600 أمة. فاختار سليمان ضيوف البحر للوليمة، فخرجت سمكة ضخمة من البحر فأكلت كل الطعام، فخرجت سمكة البر فلم تجد طعاماً، فأكلت السمكة التي التهمت كل الطعام، فسجد سليمان لله اعترافاً بقدرته في رزق مخلوقاته. ومما يؤثر في قصة نبينا سليمان أنه كان بحاراً، وأنه وصل إلى أماكن بعيدة في البحر المتوسط، وكان أميره عليه السلام والمسيطر عليه. سليمان عليه السلام يحب البحر، فهل سنبني حضارتنا في البحار؟ ربما، فإن الله قد من على نبينا ما لم يهبه لغيره، فها هي الجن تعمل التماثيل والمحاريب. ما أعظم هيكل سليمان يا أزدي. نعم، لقد بنته الجن حيث أمرها سليمان، وسخرها له رب العالمين. ما هذا الهيكل يا بنيامين؟ لا أدري يا هشام، لقد بناه سليمان ليتعبد فيه الناس. علينا أن نشيع في الناس أن سليمان يسخر الجن بسحره حتى يخاف القوم منه. الناس تدخل الهيكل لتتعبد يا هشام، فماذا نفعل؟ لنجتمع عند قيساء في ظلام الليل لنتدبر أمرنا. يا لك من ضال مضل، سوف تفسد على بني إسرائيل دينها. يا إلهي، يا رب العالمين، يا من بعثت سليمان بالحق نبيا وأيدته بالمعجزات، أتشوق لأن أدخل هيكلا أتعبد فيه.
هل أعددت لي الطعام يا ساجية؟ ماذا؟ أتبكين يا ساجية؟ أعددت لك طعامك وشرابك وسأذهب للنوم، فأنا متعبة. لا أدري ما وراءك يا ساجية، لا أدري.